يعني انتوا ولا بالرغم ان انتوا بتشرحوا الحاجات وبتشرحوا الوضع للناس عشان الناس بقى من حقها بعد كده تروح تنتخب او لا، بس كمان عملت كورس لمراقبة الانتخابات تمام. لو انا صح. يعني الكورس ده مين اللي خده وحصل ازاي؟ الكورس ده بياخده نشطة من عندنا ومن بره، بنعلن عنه فبيجي نشطة كتير وعليه إقبال. لما جينا نراقب في الأول، لما جينا نديه، جبنا أكتر من حد عشان يدي الكورس، فلقينا إن المجال للأسف الشديد متلخبط، في أفكار غلط، في معلومات غلط، في كمان تعديلات حصلت في طريقة الانتخاب محدش كان فاهم إيه تبعاتها. القايمة معناها إيه؟ القايمة الفردي معناها إيه؟ الفردي تعمله إزاي؟ تراقب إزاي؟ إمتى ده يبقى تجاوز؟ إمتى ما يبقاش تجاوز؟ فاضطرينا نعمل الكلام ده من لا شيء، وده خد وقت كتير قوي. طبعا وقياسا بحجم المجهود اللي احنا حطيناه عشان نفهم، اقدر اقول ان كتير من اللي بيلعبوا اللعبه اساسا مش فاهمين. تمام. ولما بتكلم معاهم بقى لهم مش فاهمين يعني ايه قايمه، يعني ايه فردي، ازاي، امتى ده تجاوز، ما فيش. تمام. فده برضو كارثه من كوارث الانتخابات اللي جايه، ان الناس مش فاهمه بما فيهم اللي بيلعبوا اللعيبه يعني. وابتدينا نظبط في الماده بتاعتنا ونجمع الناس على اساس اللي عايز ياخد كورس مراقبه، والغرض منه طبعا انك انت احنا شخصيا مش محبذين الانتخابات دي خالص، لا بسبب كل اللي قلناه. ما النشطاء مش فاهمين يا فندم، يبقى الناس اللي في الشارع هتعمل ايه؟ يعني ولكن ايضا بسبب عدم انخفاض الوعي باجراءاتها وبتابعتها، وكمان بسبب الوضع الامني الغريب، ما ينفعش تعمل انتخابات في حاجه زي كده. ده في حد ذاته كارثه. لكن في نقطه ثانيه يا فندم من المفاجات الجميله يعني اللي حصلت في يعني الحكم التاريخي لمحكمه القضاء الاداري باقصاء اعضاء الحزب الوطني في المنصوره. الحكم ده حكم تاريخي، وده طبعا من ضمن المفاجآت. ايه اللي هيحصل بقى لما الناس دي تخرج من القوائم والترشيحات اللي اتعملت؟ ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه؟ يعني ده بالاضافه طبعا لانه ما فيش امن واحنا فاضل اسبوعين، فانتوا شايفين الموضوع ازاي؟ اولا انا رايي الشخصي ان الحكم فيه تجاوز شديد. انا مع الحكم طبعا، انا عايز الفلوس تطلع، ولكن الحكم فيه تجاوز شديد. تجاوز لايه؟ تجاوز لسلطات القاضي. القاضي خد من مشكله الكيان الاعتباري اللي هو الحزب، وقال لك كل اعضائه يبقوا يتشالوا. طب مين قال انهم ما يدفعوش غرامه؟ مين قال ما يتحبسوش؟ اللي بيقول كده قانون. هو عمل جريمه ما لهاش قانون يجرمها، وبعدين جرمها وعمل لها عقوبه جرمها مش موجوده، وبعدين عمل لها عقوبه رغم انها مش موجوده، في حين الجريمه دي بتنزع حق دستوري. حتى هتلاقي في حيثيات الحكم ما معناه. انا عارف ان الناس هتقول لي ان ده مش دستوري، ولكن هي صح عشان بس واحد هو اتنين كده. تلاته. فانا بصراحه اول ما شفت الحكم استغربت، وبنظرية المؤامرة الواحد بيقول لما بيشوف حكم زي ده بيقول في حد وراها، فاهم؟ فهي ايه اللي هيحصل من حكم زي دي من زي ده؟ البلد هتولع، الفلول دول مسلحين بنستر، تمام، موجودين بقوة، وهددوا انهم هيولعوها وهيفصلوا فين على فين. الحاجة التانية في مشكلة قانونية، ما طلعت السادات اتحكم برفض نفس الطلب على نفس الأرضية في دايرة تانية. فبنتكلم على قاضي بيقول لك وقاضي بيقول لك لا، ففي بلبلة. واحنا هيبقى عندنا قالوا النهارده هتحصل مصيبه، لو قالوا لا هتحصل مصيبه من الجنب الثاني. فده الحكم ده في النهايه هيعمل بلبله. الصح كان ايه مشكله الحكم ده؟ ان احنا ما عملناش قانون العزل السياسي اللي من كان الأول. المفروض يتعمل، تمام، من الاول، ودي كانت الطريقه. يبقى في قانون ما فيش بلبله، تمام، ويبقى قبل الترشيح بحيث ان كله يبقى عارف، ما تدخلش واحد هي الموضوع بالنسبه له تجاره، يحط نص مليار يرمي نص تقول له او لا مليون بعد كده، وبعدين تقول له لا اطلع، تمام. واتنين، كان في طريقه عمل قانون الانتخاب نفسه، اللي انت لو عملت كل القانون عباره عن لسات كبيره تلاتينات بتقتل الفلول دخلوا او ما دخلوش، تمام، بتعملها لسات صغيره بيروح يجيب، يبقى هم اتنين كبار ويجيبوا الباقي كومبارس لا مؤاخذه في اللفظ يعني، بيدفعوا لهم فلوس عشان ياخد هو الكرسي. صحيح. لما بتعملهم فردي لعبته، كان ممكن تنهيهم بقانون عزل ولست قوائم كبيرة، لكن انت لجأت لأسوأ طريقة لإقصائهم، وهي الطريقة اللي هتعمل مشاكل والبلاء، لأنها مش طريقة مبدئية. انت طيب. مش مبدئي ومش عايز تقول بصراحة دول برة عشان واحد اتنين تلاتة. طيب جيبها استاذ من محمد، هنا ومن ورا ومن الجنب، فعملية مش صح. احنا فعليا هيبقى عندنا فقرة النهارده في اخر اليوم تحديدا عن هذا الحكم، بس قبل ما نختم عشان وقتنا بيخلص، عايز ارجع تاني اتكلم لكورس المراقبة. وانتوا بتدربوا الناس على المراقبة، بس هو قانونا ممنوع، بيتهيألي ما حدش هيراقب اصلا. يعني المراقبات مش
مش اساسيه في الانتخابات اللي جايه، او ممكن الناس تبقى بتبص بتشوف بس مش في كل اللجان، يعني مش زي انتخابات اللي بنسمع عنها انه في مراقبه محليه ودوليه والناس من حقها انها تدخل وتوقف عمليه التصويت. فانتوا بتدربوهم ليه؟ يعني بيعملوا ايه بالمهاره يعني؟ المراقبه عمرها ما بتوقف عمليه التصويت. أوكي. المراقبه بتعمل تقرير، تمام، بتعمل محضر، ترفع قضيه، تمام، اللي بيوقف جهه ثانيه بناء على خدت كلامك صح ولا لا، او معاكي براهين ولا معاكيش. اوكي. اتنين، ودي نقطه مهمه قوي، ان انت المراقبه برضو عامله زي حكم المحكمه كده، رمادي. يعني انت من حقك تراقبي لو القاضي وافق. طيب، ما اللي ماسك ده عشان مفيش اجبار، مفيش الزام ان احنا في قضاه بيوافقوا وفي قضاه مش بيوافقوا. في قضاه بيوافقوا بالساعتين ثلاثه ويقول لك امشي خلاص كفايه كده عليك، وفي قضاه بيخليك لغايه الفرز. ده على حسب الاستفتاء. زمان طبعا ما حدش بيخش الفرز. تمام. المراقبه هي عباره عن الناس اللي بتراقب ومندوبي المرشحين، تمام، والمواطنين اللي بيخشوا نفسهم بيدوا حصل كذا شفت كذا، فبتقفي تاخدي كلام منهم وبتتفقي مع مناديب المرشحين، ولكن في حدود قصوى لكام واحد مفروض يبقى جوه. بيقول لك 8 في اللجنه. يعني لو في 8 في الاول جم الصبح الساعه 6 الصبح ووقفوا هيخشوا بقى هم دول المراقبه. خلص الموضوع عشان مفيش آلية بتنظم ده. مرشحين. محمد برضه بس عايز افهم، بس خلاص نقطه. فهي النقطه في المراقبه، ودي نقطه مهمه، ان اولا الفرز لان في قوائم ولازم الاحزاب تكون عدت العتبه، فانت هتفرزي ولن تعلني النتيجه الا في يناير. عشان تتاكدي ان كل الاحزاب عدت النصف المية. وبعدين لانه لو ما عداش النصف المية ممكن يكسب في دايره ويتشال، لان حزبه ما عدش النصف المية على مستوى الجمهوريه. فهيأجلوا إعلان النتيجة في القوائم اللي هي تلتين البرلمان إلى يناير. دي المشكلة، إن الصندوق في القرار وفي المخزن لغاية يناير، فإحنا يا إما نفرزه وناخد الحاجة، يا إما هذه العملية تبقى هزلية. إيه ده إيه ده؟ تاني ثانية معلش، أنا مش فاهم النقطة دي، أنا أول مرة أعرف المعلومة دي. يعني إحنا السنة دي مش هتتفرز ويقول لك مثلا ده كذا صوت وبعدين هيفرز. هنجمع في الآخر بقى. هيفرز ومش هيقول لك. ليه ما يقولش؟ عشان يستنى لما يشوف انت عديتي العتبه ولا لا. طب ما يقول وبعدين عد ما عداش يتشال. في اي دوله في العالم احد مبادئ او اسس او ركائز نزاهه الانتخابات ان الفرز بيحصل في ثانيتها. ونقول والناس اللي الناخب المرشحين كلهم بيبقوا حاضرينه او مندوبينهم، وبتعلن فورا، وبعد كده تشوف جاب العتبه بيخش، ما جابش العتبه نقول معلش هارد لك، بس بنبقى معلنين في الخارج بقى. يعني ده احنا بنتكلم على هنا المصريين في الخارج بقى، مراقب الدعايه تعمل ازاي؟ كارثه كمان، لانك انت المصريين في الخارج دلوقتي عامه بتعمل ايه لما تيجي تصوت في الخارج؟ بتعمل لهم قائمه بتاعتهم. قائمه بره، كل اللي بره او قائمه على مستوى اوروبا وقائمه على مستوى الوطن العربي، اي 8 و8 وصوتوا زي كل دول العالم. اللي هو عمله دلوقتي انك انت هتصوت في دايرتك في مصر. يعني انت هتخش السفاره هيبقى عندك الورق بتاع امبابه كله بقى المعادل. الحاجه وكام دايره فردي وقايمه، وبعدين تخش واحد جاي يقول له انا من امبابه، فيدور له من وسط 5000 ورقه الورقه بتاعته امبابه وديها له. اللي بعده جاي له من فده هزل، يدوه ورقه بيضاء ويكتب له معايا. ولا احنا هنا مش عارفين هم هيعرفوا ازاي بقى. حتى لو النوايا صافيه تماما، مستحيل الستاف بتاع السفاره هيعرف يمسك يمشي حاجه زي كده. فانا مش فاهم ازاي قابلين اساسا حاجه زي كده. دكتور محمد واكد، عضو المكتب السياسي بالجبهه القوميه للعداله والديمقراطيه، بنشكرك جدا ونهارك سعيد، ونتمنى ربنا يعديها على خير. ربنا يوفقك. ميرسي يا فندم، شكرا جزيلا. لسه مكملين فقراتنا بعد الفاصل، خليكم معانا، نهارك سعيد.